السلام عليكم. اكو اصدقاء بحياتك تحسهم يبكون عليك وماكو دليل عليهم بين انت تكشفهم بين هذول الناس نظيفين بحياتك او غير نظيفين. اليوم اعلمك على ورد شكو انسان مو نظيف ما يبقى بحياتك نهائيا. الباطن او يا باطن عدد 62 مرة، كل فرض صلاة تسويه 62 مرة. شكو انسان حكى عنك او عنده مؤامرة عليك او عنده شيء عليك، الله راح يكشفه ويعطيك الدليل القاطع. السلام عليكم ورحمة الله.